السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم من جديد لشروحات جديدة بإذن الله. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تجيكم الإشعارات أول بأول. كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 1 إكس أو الدكتور جمال بالعربي. هتضغطوا اشتراك وتفعل زر التنبيهات، ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها. توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يفهمها. غير كذا في قوائم تشغيلية زي ما أنتم شايفين، في عناوين طبية وعناوين تقنية وغيرها الكثير. ما راح أطول معكم، ممكن تروحوا وتتفحصوها بنفسكم. وإلى مقطع جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll start with the respiratory chain أو الإلكترون ترانسبورت تشين. إحنا كثير تكلمنا في المحاضرات السابقة عن الريسبيراتوري تشين أو الإلكترون ترانسبورت تشين وما هي وكيف نستفيد منها. فلتس ستارت تو explanations أور given explanations فور respiratory تشين أو other name is electronic. As we said, the respiratory chain has other name called electron transport chain. هذه كلها مسميات اللي هو respiratory chain. وقلنا وظيفة respiratory chain هي تحويل الناد H إلى أو الفاد H إلى energy as a form of ATP. وقلنا إنه كل ناد H بيساوي لنا 1.5 or 2.5 ATP. فقبل ما نعرف أي حاجة لازم نعرف معلومة إنه the final receptor or acceptor for hydrogen is oxygen. okay. لأنه إحنا بالنهاية هنحول الناد H أو الفاد H إلى ناد فقط من غير الH من غير الهيدروجين، ويعطينا الATP تتحول إلى ATP. فالهيدروجين هنا اللي راحت اللي هو الH هذه راحت إلى أنها ترتبط مع الأكسجين اللي في الرسبيراتوري تشين. فهذا حاليا اللي يهمنا. فليتس بيجين بسم الله الرحمن الرحيم. الرسبيراتوري تشين أو اللي هو الإلكترون ترانسبورت تشين، الديفينيشن تبعها أو الانترودكشن تبعها، it is virtually all energy release from oxidation of carbohydrates, fats and protein. virtually تقريبا أو واقعيا إنه كل الطاقة all energy released يتم تحريرها from oxidation of carbohydrate. عملية الأكسيديشن اللي صارت في الكربوهيدرات اللي احنا تكلمنا عليها في المحاضرات السابقة اللي هو digestion absorption glycolysis، وتكلمنا على TCA cycle. فهذه كلها الأكسيديشن تبع الكربوهيدرات تبع الفاتس اللي في المحاضرات القادمة تبع البروتين is made available in as okay. الطاقة هذه اللي يتم تحريرها من الأكسيديشن أو عملية الأكسدة في هذه المركبات تعطينا ان تكون موجودة او مخزنة as reducing equivalent. reducing equivalent عندنا قال لك plus hydrogen or e اللي هو الكترون اللي هو minus hydrogen او الكترون. فتكون يعني الطاقة تكون مخزنة في reducing equivalent على شكل الكترونات او هيدروجين اللي هو minus. these are ال reducing equivalent هذه عبارة عن funneling اللي هو مسار into respiratory chain. يعني هذه المواد راح تروح على respiratory chain عشان تعطينا energy. طيب قال rule of respiratory chain of mitochondria in conversion of food energy to ATP. بيحول لنا الناد H إلى ATP. طب لو لاحظتوا إن respiratory chain وين تحدث؟ في الميتوكوندريا كمان. عندنا ثلاث أشياء إلى الآن تحدث في الميتوكوندريال ماتريكس، منها TCA cycle و
عندنا اللي هو تحول البيروفيت إلى الأسيتيل كو اي، سميناها أوكسيديتيف فوسفوليريشن. وكمان عندنا اللي هو الآن اللي هو ريسبيراتوري تشين. فلو جينا هنا بالضبط الفودز أخذناه من الأكل اللي هو من الدايتري، ثم سواء كان فاتس كربوهيدرات بروتينز بيتكسر عن طريق الدايجستشن حتى يوصل الفورم اوف ابزوربشن، فتتكسر الى الفاتي اسيدز جليسرول جلوكوز امينو اسيدز. بعدين كل واحده بيصير لها عمليه بتتحول لاسيتال كو اي، زي ما قلنا عمليه الجلايكوليسيس تحدث في الجلوكوز تحولها الى اسيتال كو اي. هالاسيتال كو اي قلنا في كلها هو الفاينل، يعني فاينل باثوي فور اوكسيديشن اوف ذيس 3 مولكيولز اور ماكرو مولكيولز. الاسيتال كو اي قلنا بيروح عن طريق اللي هو السي تي اي سايكل اللي هو الكريب سايكل عشان تعطينا انرجي. طيب الانرجي اعطتنا ايش؟ اعطتنا طاقة مباشرة as a form of ATP، واعطتنا كمان اللي هو الناد اتش. الناد اتش بيدخل الريسبيراتوري تشين في الميتوكوندريا، كل هذه وين؟ في الميتوكوندريا. حاليا احنا في الميتوكوندريا الريسبيراتوري تشين، الناد اتش بتخش الريسبيراتوري تشين، بيجي الهيدروجين يرتبط في الاكسجين عشان يكون لنا اللي هو الووتر، وبعدين وبيجي الاي دي بي عشان يرتبط مع اللي هو الفوسفات اللي طلعت من اللي هو الناد اتش، تكون لنا الاي تي بي بالنهاية. هذه مختصر المحاضرة السابقة والمحاضرة اللي قبلها ومحاضرة اليوم بشكل بسيط، لكن اللي يهمنا حاليا انه تحدث في الميتوكوندريا. طيب فوت نفس الفكرة، بروتينز فاتس اند كربوهيدرات تتكسر عن طريق الدايجستيون ابزوربشن تتحول لجلوكوز جليسرول فاتي اسيدز امينو اسيدز. الجلوكوز بيمر عن طريق الجلايكوليسيس عشان يعطينا الاسيتيل كو اي، وهكذا الفاتي اسيدز كمان والجليسرول بيمروا عشان يحطونا البيتا اوكسيديشن بعدين بتتحول الاسيتيل كو اي، هنعرفها في المحاضرات القادمة. لكن حاليا يهمنا الجلوكوز. البروتينز بيمر عن طريق الامينو اسيدز ثم يحصل له اللي هو ترانزليشن عشان يتحول الاسيتال كو اي. بعدها الاسيتال كو اي بيدخل في السيتريك اسيد سايكل واللي سميناها الكريب سايكل او تي سي اي سايكل، ثم بتعطينا مركبات الاي تي بي، ثم بعض المركبات زي الفاد اتش والناد اتش. الناد اتش والفاد اتش بتمر عن طريق الالكترون ترانسبورت تشين اللي هو ريسبيراتوري تشين، عن طريق اللي هو يدخل ال ADP بيتحول ال ATP، وال H بيرتبط مع الأكسجين عشان يعطينا اللي هو ال H2O اللي هو الووتر. هذه بمختصر مفيد يعني بسيط كده جدا، لو عرفتوا هذا الكلام الكلام إن شاء الله القادم مجرد إنزيمات مجرد مركبات فقط، لكن الباثوي تقريبا احنا خلاص يعني اوريدي تكلمنا عليها. فال definition of respiratory chain، الديفينيشن عادة يعطينا عبارة عن معنى صغير للعملية اللي راح تصير. فالديفينيشن اوف ريسبيراتوري تشين قال هي عبارة عن سيريز اوف كاتاليست فاوند ان ميتوكوندريا. وين اللوكيشن تبع الريسبيراتوري تشين في الميتوكوندريا؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن سلسلة من الكاتاليست. الكاتاليست اللي هو الهادمة او الانزيمات عبارة is a series of catalysts found in mitochondria that collect and transport reducing equivalent. قلنا من reducing equivalent هو الناد اتش والفاد اتش، فهو بيعمل على collections of ناد اتش and فاد اتش and transport اللي هو reducing equivalent هذه and direct them، بيحصل انه توجيههم to the final reactions with oxygen to form water. عشان كده احنا قلنا ببداية السلايد من انه هو الـ final acceptor of hydrogen is oxygen، فهذا الـ definition. الـ location we already يعني تكلمنا عليه. The reaction take place in mitochondria، هي تحدث في الميتوكوندريا، which have been termed the powerhouse. mitochondria احنا نعرف ان هي بيت الطاقة، فهذه مسماها فقط، يعني هذه مجرد معلومات استرجاعية فقط. of the cell have two membrane، زي ما عارفين انه الميتوكوندريا فيها two membrane. I think there is a picture here we can يعني no the picture is after this slide okay
راح نشرح هذه يعني الحين بعد شوية. It has two membranes and matrix. عندها جدارين خلويين ومادة بين الخلوية اللي هي matrix. The outer membrane is smooth and permeable. هو عبارة عن غشاء ناعم و permeable يعني قابل إنه المواد تدخل عبره يعني نافذ. Two small molecules. Small molecules أعطانا من أمثلتها اللي هو ال ADP وال ATP and change or charge ions. بعض الأيونات مثل الهيدروجين والصوديوم والبوتاسيوم. أما ال inner membrane that is invaginate يعني بيكون فيه التواءات كذا invaginates into crust or crista. هذه الالتواءات تسمى بكريستا، هنشوفها بالبيكتشرز تكون أوضح، هنشوفها بالبيكتشرز أحسن. هذا الأوتر ميمبرين وهذا الانر ميمبرين، زي ما شايفين أوتر انر ميمبرين أوتر ميمبرين. هذه المادة اللي جوا اسمها ماتريكس. أما الكريست زي ما قلنا الانر ميمبرين في انفاجينيتد يعني في التواءات، هذه هي الالتواءات تسمى بالكريستا. فقلنا ان الممبرين that is invaginated into crista and اللي هو selectively permeables يعني أو النفاذية الاختيارية عنده selectively يعني مختارة، أشياء معينة فقط اللي تدخل والأشياء الثانية ما تدخل. Two small molecules and a charge ion في يعني بعض المركبات الصغيرة أو الأيونز. Contain اللي هو electron transport enzyme. الإنزيمات احنا قلنا أصلا electron transport enzyme ال electron transport chain أو respiratory chain occurs in mitochondria. فالميتوكوندريا بتحتوي على الإنزيمات اللي محتاجينها عشان ال electron transport chain موجودة في الميتوكوندريا. فمن هنا قال contain electron transport enzymes، إنزيمات حق هذه العملية موجودة هنا. Embedded بمعنى أنها تكون ملتحمة في الـ inner mitochondria. Also contain ATP synthase. والـ ATP synthase هذا هو عبارة عن جهاز موجود يعني حيوي يعني يكون موجود في الميتوكوندريا. هنشوفه هو اللي بعدها في آخر عملية من الإلكترون ترانسبورت تشين بيحولنا إلى الـ ATP. هنعرفه بعد شوية. فالميتوكوندريا الانر ميتوكوندريا ميمبرين بيحتوي على كريستا، هو سيلكتيفلي بيرميبل، وكمان اللي هو كونتين اللي هو اللي هو الالكترون ترانسبورت انزيمز، وكمان في اللي هو الاي تي بي سينثيز. وهذه يعني بتغطيش احيانا في الام اكس كيوز الخيارات انه الاي تي بي سينثيز اين يوجد. تشوز ميتوكوندريا. ماتريكس is characterized by a presence of pyruvate dehydrogenase. احنا تكلمنا انه already يعني pyruvate dehydrogenase هو موجود انزيم موجود في الميتوكوندريا لانه بيحول البايروفيت الى الاسيتيل كو اي. وكمان التي سي اي سايكل انزيمز already يعني موجوده هناك لانه اصلا عمليه التي سي اي سايكل بتحدث في الميتوكوندريا، فالميتوكوندريا بتحتوي على تي اي سي سايكلز. البيتا اوكسيديشن هذا عادة في الفاتي اسيدز واللي بتكسر الفاتس او الفاتي اسيدز الى انرجي، فالانزيمات تبعها موجودة برضو في الميتوكوندريا. هذه في المحاضرة القادمة او المحاضرة بعد القادمة ان شاء الله راح تكون. كمان بيحتوي على الناد والفاد والاي دي بي والان اورجانيك فوسفيت والناد اتش. الناد اتش هذه اوريدي اللي موجودة من عملية تحول البايروفيت الى الاسيتال كو اي، هي موجودة كمان من عملية تحول أو عملية الكريب سايكل اللي موجودة، لأنها كونت لنا اي تي بي ناد ناد اتش اثنين ناد اتش تكلمنا عليهم في المحاضرة السابقة. فهذه أشياء موجودة يعني في الـ في الـ في الانر ميتوكوندريا أو في الماتريكس بشكل عام. فقلنا الجلوكوز بيكون الجلايكوليسيس بتحدث في السيتوسول، بتنتهي لنا عن طريق البايروفيت. البايروفيت هذه في السيتوسول،
البايروفيت بيتحول إما لللاكتيت إذا كانت في عملية الآن اللي هو ان اوكسيديشن او ان ايروبيك، سوري ان ايروبيك، اللي لما يكون ابسنت اوف اوكسجين. اما في حاله البريزنت اوف اوكسجين فتتم تحول البايروفيت الى الاسيتايل كو اي في الميتوكوندريا اللي بتنتج لنا الناد اتش. هذه واحده من الناد اتش اللي موجوده في الكريب سايكل. كمان بتنتج لنا الناد اتش برضه وين موجوده في الميتوكوندريا. كمان الكريب سايكل بتنتج لنا الاي تي بي موجوده في الميتوكوندريا. الاي تي بي اصلا بتيجي من وين؟ بتيجي من الـ من الـ ADP، فمعناته موجود عندنا الـ ADP هنا. كمان برا واللي يهمنا هذول هم هنا في عملية الجلايكوليسيس. اوكي، عملية الجلايكوليسيس كونا ATP وتكون معانا الناد اتش. طيب هذول علشان يدخلوا الميتوكوندريا عشان يمشوا الى الريسبيراتوري تشين او الالكترون ترانسبورت تشين، هذول فقط اللي يكون عندنا انه ممكن يكونوا يتحولوا الى الناد اتش. ممكن يتحول ل 1.2، 1.5 او 2.5. لكن اللي جوا دائما 2.5 على طول، يعني تيجي تحولهم دايركتلي 2.5. لكن اللي برا، لانه عن طريق عملية الدخول عندنا طريقتين هنشوفهم الحين بعد شوية. طريقة بتعطينا 1.5، طريقة بتعطينا 2.5. اوكي، هذا اللي يهمنا احنا حاليا. فال ATP الناد اتش بعد ما تخش تمشي الى الميتوكوندريا اللي هو الانزيم اللي موجود امبيدد في الانر ميتوكوندريا ميمبرين. في الانر ميتوكوندريا ميمبرين عندنا انزيمات لاحمة فيها، فتحصل عملية اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين عشان ينتج لنا اللي هو الووتر وتعطينا ال ATP بعدين تطلع لنا اياه على شكل الطاقة. طيب ال general properties of اللي هو respiratory chain. أول شيء mitochondrial pathway، ف it occurs in the inner mitochondrial membrane. من أهم ال properties تبعها، الخصائص، إنها موجودة في ال mitochondrial أو mitochondrial pathway. زي ما قلنا من خصائص ال glycolysis إنه موجودة في السيتوسوليك، لكن هنا mitochondrial pathways. aerobic pathways. الجلايكولوسيس aerobic and anaerobic، في حالة present of oxygen and absent of oxygen. This is the glycolysis. But لكن ال respiratory chain or electron transport chain just aerobic pathway occurs in the present of oxygen only. If there is no oxygen, no respiratory chain. Okay. فمن خصائصها كمان انه بحالة وجود بس فقط الاكسجين. طيب قال occurs in tissue having mitochondria only because it's occurs in mitochondria so it's needs tissue or cells that contain mitochondria. واحنا دائما نعرف ان ال RBCs او اللي هو ال erythrocytes او خلايا الدم الحمراء doesn't contain mitochondria، فمعناها respiratory chain ما تحدث في ال RBCs اللي هو red blood cells، خلايا الدم الحمراء. طيب ال importance، ايش اهمية respiratory chain؟ من اسمها ومن طريقة العمل، اول شيء ايش؟ produce what؟ produce energy، تعطينا energy، فواضح من المعنى. كمان انه بتعطينا يعني طاقة، تعتبر يعني نقدر نقول أقل من غيرها، لكن بتعطي طاقة أعلى في حالة كانت موجودة. يعني في حالة ما كان عندنا، ما حصلت اللي هو respiratory chain، كذا نقصنا اللي هو الناد، والناد اللي بتحول ممكن إلى 7 إلى 8 ATP، فمعناها تقلت، لكن وجودها مهم عشان تزيد الطاقة. هذا بشكل عام من خلال فهمنا، لكن لو نيجي ناخذها في منظور يعني منظور الكتب نسميها. oxidative phosphorylations enables aerobic organism. اوكي، العملية هذه يعني تسمح في الأيروبيك أورجانيزم اللي هي تعيش على الأكسجين to capture، عشان تمسك أو عشان تعطينا greater proportion of available، اوكي، عشان تعطينا نسبة عالية من available of free energy، عشان تعطينا ايش؟ energy زيادة compare with اللي هو anaerobic condition.
يعني في حالة الانيروبيك ما حصلت عندنا اللي هو الناد اتش، ما حصلت عندنا الريسبيراتوري تشين، وكمان تم استهلاك الناد اتش في عملية تحويل البايروفيت إلى اللاكتيت عن طريق الإنزيم اللي هو لاكتيت دي هيدروجينيز، فكذا قلت نسبة الطاقة، فهي تعطينا طاقة أعلى بالنسبة للأنيروبيك. طيب أوكسيديتيف فوسفوريليشنز is inhibited by some drugs and اللي هو poisons، بيحصل لها اللي هو عملية تثبيط عن طريق السموم أو عن طريق بعض العلاجات المعينة. طيب ال complex of respiratory chain، okay the electron transport chains consist of three proteins complex. لو تذكر في عندنا 3 برضو فين موجودة، سميناهم ايش؟ lactate dehydrogenase complex، وعبارة عن ثلاثة انزيمات تكلمنا عليهم في المحاضرة السابقة، جميع الروابط هتلاقوها في الديسكريبشنز المحاضرات السابقة، كمان السامري او الملخص اللي هنا برضو بعد شوية على الشرح هذا هتلاقوه تحت في الديسكريبشنز، كمان هتلاقوا نفس الفايل ده، هذا نفس الملف هتلاقوه كمان في الديسكريبشن. فالالكترون ترانسبورت كونسيست اوف 3 كومبلكس انزيمز، سميناهم تسمية مبدئية لكن بعدين هنسميهم تسمية مبدئية، سميناهم كومبلكس 1 كومبلكس 3 كومبلكس 4، اوكي which are embedded in the inner mitochondrial membrane، تكون متلاحمة في mitochondrial membrane and two mobile carrier molecules، في عندنا اثنين نواقل متحركة molecules، اوكي عندنا الناقل الأول اسمه الأبيكيونون، والأبيكيونون عنده مسمى آخر اسمه الكوإنزيم كيو، وعندنا اللي هو السيتوكروم سي أوبيكيونون اللي هو الكوإنزيم كيو والسيتوكروم سي، هذا عبارة عن إيش؟ موبل كارير مولكيولز. For example a question what are the two mobile carrier in respiratory chain space space and you just write أوبيكيونون or coenzyme Q and cytochrome C. طيب عندنا كمان احنا لاحظوا هنا قلنا complex 1 3 4 no 2 صح؟ احنا تكلمنا في عملية ال TCA cycle او الكريب سايكل انه عندنا اصلا already يعني اللي هو succinyl او succinate dehydrogenase، قلنا يهمنا انه هو الوحيد من الانزيمات اللي ملتحم في ال inner mitochondrial membrane، فهو يكون في embedded وهو السكسينايد او السكسينيد دي هيدروجينيز، ونسميه الكومبلكس 2، فالكومبلكس 2 اسمه السكسينيد دي هيدروجينيز which is actually belongs to the اللي هو تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اللي هو الكريب سايكل، is also assigned to respiratory chain as a complex 2. هو اصلا 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 هو موجود فين؟ في الكريب سايكل، لكن كمان يعتبر من او يعين ان يكون موجود كمان اللي هو في الريسبيراتوري تشين، ويسمى بتسمية اللي هو الكومبلكس 2. الاديشنال كارير اللي هو الموفبل كارير او الموبل كارير، الريسبيراتوري تشين هاز تو اديشنال كارير زي ما قلنا اللي هو الموبل كارير سميناهم، عندنا اللي هو ابيكيونون or اللي هو الكوإنزيم كيو هذا اللي يهمنا، ون عندنا السيتوكروم سي هذا هو الثاني. الأبوكيونون كوإنزيم أو كوإنزيم كيو is lipid diffuses rapidly within the membrane، okay وظيفته is يعني بيعمل اللي هو diffuse بيعمل اللي هو انتشار للليبيدز، بيحط عملية الامتصاص فيها سريعة، فقال linked the اللي هو فلوفو بروتينز to اللي هو السيتوكروم بي، لكن اللي هو السيتوكروم سي is a hemi containing protein، هناخدها كمان في نهاية الكورس هذا عن طريق اللي هو الهيم وما الهيم، فنلاحظ انه السيتوكروم سي واحدة من الهيم containing proteins linked between the complex 4 the complex 3 ف 2 اللي هو سيتوكروم اللي هو سي هيكون لينكد بيربط بين
كومبلكس 3 والكومبلكس 4. لكن السيتوكروم اللي هو او الكو انزيم كيو او الابي كيونون فبيربط بين الواحد والاثنين. طيب if the electron flow directly or direct from NAD to oxygens, this will cause low thermal denaturations. إذا الإلكترونات اللي موجودة في الناد okay, flow directly تحولت من الناد إلى على طول ارتبطت في الأكسجين عشان تحول إلى water. This will cause low thermal denaturation. لماذا؟ لأن الإلكترون عندها طاقة عالية فلازم تمر في عدة إنزيمات علشان تتكون عندنا الـ ATP وما يحصل عندنا low thermal denaturation اللي هو معنى الحرارة أو الحراري thermal. طيب component of respiratory chain وهذا اللي بيهمنا حاليا، منها نقدر نعرف احنا سميناهم تسميات مبدئية complex 1 2 3 4 الانزيمات، لكن كل واحدة لها اسم. عرفنا already اسم الثاني اللي هو succinate اللي هو dehydrogenase، الآن راح نعرف اسماء المسميات الثانية. طيب عندنا complex 1 اسمه NAD H Q ناد اتش كيو، المفروض انه هنا يكون في ابو كيونون كاسم اوكسيدو ريدكتيز اوكي، فالمفروض هنا يكون في اللي هو ابو كيونون، نشوفها تقريبا في السلايد اللي بعده. ايوه هذه هي ابو كيونون، هذا اللي يهمنا. ف اوكي زي ما قلنا اللي هو عندنا كومبلكس 1 اسمه ناد اتش كيو اوكسيدو ريدكتيز، ممكن نقول كيو ممكن نقول اللي هو ابو كيونون. ابو كيونون قلنا عنده اسم مسمى ثاني اسمه ايش اللي هو الكو انزيم كيو، فممكن نسميها كيو او ابو كيونون نفس الاسم. في الفيجرز هذا بس يعني زي عبارة عن شرح بسيط عشان تكون واضحة، والبقية بعدين خلاص ما مشكلة. يدخل الناد اتش بتحول للناد، بتمر عن طريق عملية، أول شيء بيمشي على كومبلكس 1 ثم كومبلكس 2 من كومبلكس 3 ثم كومبلكس 4. كومبلكس 2 سميناه ساكسينيت اللي هو ريدكتيز، والكومبلكس 3 اللي هو حيكون له مسمى ثاني، لكن المسميات في الفيجرز مختلفة شوية بتختلف من مرجع لآخر، واللي هو الكومبلكس 4 عشان تعطينا بعدين H2O فضلنا تعطينا اللي هو الانرجي. اللي بيهمنا هنا اللي هو الكومبلكسز اوف ريسبيراتوري تشين، عندنا الكومبلكس 1 وسميناه اللي هو الناد اتش ابيكيونون اوكسيدو ريدكتيز، هذا الكومبلكس 1 كومبوست اوف ناد اتش بيحتوي على الناد اتش اللي هو كومبوست اوف ناد اتش ديهيدروجينيز انزيم with اللي هو ال FMN okay. اللي هو ال FMN as a cofactor، فال FMN اللي هو as a cofactor هو عبارة عن cofactor عشان يشتغل هذا الانزيم. and non-heme iron proteins كمان هو من خصائصه انه non-heme iron proteins، فما في هيم proteins having at least one اللي هو center iron or server center. هنا عبارة عن يتكلم مرة specifically في ال structures، وال structures عادة بيكون لل specialist يعني للناس المتخصصين، لكن اللي بيهمنا هنا انه ال complex one عبارة عن اللي هو مسمى الثاني or another name called اللي هو ناد اتش ابيكيونون اوكسيدو ريدكتيز، الكوفاكتور تبعه اللي هو ال اف ام ان، والكارير اللي هو الابيكيونون عنده كارير من اسمه ابيكيونون، والانزيم هو اوكسيدو ريدكتيز. هذا اللي يهمنا حاليا عبارة عن نون هيم ايرون بروتينز. الكومبلكس 2 سميناه اللي هو ساكسينيت ابيكيونون اللي هو اوكسيدو ريدكتيز، وهذا
عنده اسم ثاني اللي احنا اصلا نعرفه، ساكسينيت دي هيدروجينيز كومبلكس، هذا اسمه اللي نعرفه. لكن عنده الاسم اللي هو في ريسبيراتوري تشين، وكان اسمه زي ما انتم شايفين انه كان هو ساكسينيت ابوكينون اوكسيد ريدكتيز. فقال كومبوست اوف ساكسينيت دي هيدروجينيز، عنده الكو فاكتور هو هنا ايش الفاد as a cofactors. برضو نفس خصائص اللي قبلها انه non heme iron proteins at least center one اللي هو center of irons and اللي هو server centers. هذه عبارة عن structures وما هي كثير مهمة. الكومبلكس 3 سميناه ابوكيونون سيتوكروم سي اوكسيدوريدكتيز، لانه 3 بيجمع بين 2 و 4، بيجمع بين اللي هو الكارير الابوكيونون والسيتوكروم سي، عشان كده سميناه ابوكيونون سيتوكروم سي اوكسيدوريدكتيز. كمان عنده اسم ثاني اسمه اللي هو سيتوكروم ريدكتيز دايركتلي، سيتوكروم ريدكتيز مسمى اخر. كومبوست اوف هيم ايرون بروتين، لو لاحظوا انه هنا عباره عن هيم ايرون بروتين، اللي قبلها كانت نون هيم ايرون بروتينز، نون از سيتوكروم اند نون هيم ايرون بروتينز. الكومبلكس 4 سميناه سيتوكروم سي اوكسيديز، لانه هو اصلا اخر شيء سيتوكروم سي بيلتحم بين ال بين 3 4، شكل سمينا 4 سيتوكروم سي اوكسيديز. طيب كومبوست اوف هير هيم ايرون كوبر containing protein known as a cytochrome AA3 has a high affinity to oxygens. الانزيم الاخير عنده high affinity to oxygens، يعني بيرتبط في الاكسجين بقوه. allows the respiratory chains to functions at a maximum rate until tissue become اللي هو depleted of oxygens، حتى تصبح مشبعه من الاكسجينز. عشان كده احنا قلنا الفاينل ريسبتورز اللي هو او الاكسبتورز اللي هو الاكسجين في الريسبيراتوري تشين. طيب اللي هو مالتي بروتينز كومبلكس ريسبيراتوري اللي هو اسمبلي از، عندنا الكومبلكس 1 سمينا الناد دي هيدروجينيز، بيجي الناد اتش محتاجين للفاد اللي هو الاف ام ان از كو انزيمز، عندنا اللي هو اللي هو الكو انزيم كيو او الابيكيونون. لاحظوا انه بتوين الكومبلكس 1 اند الكومبلكس 2، وبيربط الكومبلكس 1 والكومبلكس 2 مع الكومبلكس 3. طيب الكومبلكس 1 بيشتغل على الناد اتش، اما الكومبلكس 2 فبيشتغل على الفاد اتش. اوكي هذه لازم نركز عليها، لان في عمليه بعدين هنعرف عن طريق البروتونز وما البروتونز في عمليه الكوليكشنز ما بناخد من الكومبلكس 2، لانه بيهتم فقط في الفاد اتش ما بياخذ من الناد اتش. فالناد اتش بس بيروح من الكومبلكس 1 الى الكومبلكس 3 دايركت، ما بيعبر الكومبلكس 2. كمان الفاد بيمر من ال 2 ما بيدخل 1. اوكي هذه الفاد سيتحول الفاد اتش الى الانرجي. طيب عندنا هنا كومبلكس 2 سميناه سكسينات دي هيدروجينيز، بعدين يجي الكو انزيم كيو او الابيكيونون، بياخذ هذول المركبات اللي انتجت بيوديهم للكومبلكس 3. كومبلكس 3 بيمر بعده مراحل او عده تفاعلات، بيجي الكومبلك اللي هو السيتوكروم سي اللي بيربط بين ذا كومبلكس 3 اند كومبلكس 4 عن طريق وسميناه اللي هو سيتوكروم سي اوكسيديز، بيحولنا الى الووتر عشان يعطينا اللي هو فاينالي اللي هو الانرجي. طيب قبل ان يدخل الانرجي احنا تكلمنا على حاجه اسمها اي تي بي سينثيز، وقلت لكم هو عباره عن جهاز حيوي موجود في الميتوكوندريا اللي بيحول بعد ما تتم عمليات هذه كلها. لاحظوا السحب راح للكومبلكس اللي هو الاي تي بي سينثيز، بتروح لهذه العملية بيحصل عملية بومبينج اللي هو بروتونز، هنشرحها بعد شوية كمان عشان يعطينا الـ ATP. كلير كلير. طيب
هذا الفيجرز اللي يهمنا. بالفيجرز هنا بيتكون لنا 10 بروتون اللي هو بم، هذا اللي يهمنا. اللي يهمنا الثاني انه كل الكومبلكس بتعمل بم بروتون الا الكومبلكس 2 نو بروتون بم، اوكي؟ فما في بروتون يصنع نو بروتون، اوكي؟ فعندنا لاحظوا كومبلكس 1 يعطينا 4 بروتونز او 4 هيدروجينز، لاحظوا كومبلكس 2 في سي، ايوه هذا كومبلكس 2 ما في اي هيدروجينز، لكن كومبلكس 3 بتعطينا 4 هيدروجينز، كومبلكس 4 بتعطينا كمان 2 هيدروجينز، كومبلكس 1 بتعطينا 4 هيدروجينز او 4 بروتونز، كومبلكس 2 ما بتعطينا اي اللي هو بروتونز، كومبلكس 3 بتعطينا 4 اللي هو بروتونز، كومبلكس 4 بتعطينا 2 هيدروجين او بروتونز، اوكي؟ عشان كده احنا قلنا الفاد، الفاد اتش زي ما انتم شايفين بتدخل على كومبلكس 1 تروح الكومبلكس 3 تروح الكومبلكس 4 بتعطينا الاي تي بي بعد ما تدخل اللي هو ليش الاي تي بي سينثيز. لكن زي ما شايفين هنا الفاد اللي تحولت للفاد بتدخل على كومبلكس 2 فما في بم، فما في بروتونز يعني، فبتدخل من 2 بتروح ل 3، 3 بتعطيها 4 و 4 كومبلكس 4 بيعطيها 2، فمعناته في الفاد فاد اتش كم عندنا بروتونز؟ هنا ما عندنا ولا بروتون، هنا عندنا 4 هنا عندنا 2 كم؟ 6 بروتون صح؟ لكن الناد، الناد اتش how many protons we have we got in complex 1 4 complex 2 ما في complex 3 4 complex 4 2 for collection is 10. يهمنا الرقم هنا ليه؟ عشان نعرف كم هيعطينا الاي تي بي وكم يساوي الاي تي بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم من جديد لشروحات جديدة بإذن الله. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تجيكم الإشعارات أول بأول. كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية JJJ1X أو الدكتور جمال بالعربي، هتضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات. ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها، توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يفهمها. غير كذا في قوائم تشغيلية زي ما أنتم شايفين، في عناوين طبية وعناوين تقنية وغيرها الكثير. ما راح أطول معكم، ممكن تروحوا وتفحصوها بنفسكم. وإلى مقطع جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.